انت بتخاف من التعبين؟ غريبة جدا، دي حاجة ما تخوفش ابدا. ده ممكن يكون رد واحد زي عمرو ابو سنة، انسان هوايته انه يربي زواحف بكل اشكالها وانواعها، تماسيح، سحالي، تعابين، سلاحف. الموضوع بدأ بكائنات مختلفة لفتت نظره وهو صغير، لحد ما بقوا مقيمين معاه في نفس المكان وبيرعاهم رعاية كاملة. فلو انت بتخاف من التعابين مثلا، وهو طبعا خوف مشروع، اسمع عمرو وهو بيتكلم عنهم بشكل مختلف تماما. انت منورنا في برنامج شغف يا عمرو. ميرسي، ده شرف ليه. بص بقى، دلوقتي الهوايات بتختلف، بس احنا نعرف ان ممكن واحد وهو صغير مثلا يرتبط بالقطط عشان ربى قطط، يرتبط بالكلاب عشان جاله كلب وهو صغير، لكن ان حد يبقى اهتمامه الاول كده ان هو بيربي وبيقتني زواحف، دي محتاجه تفسير. زواحف طبعا بقى بكل المعاني، التماسيح، التعابين، السحالي، السلاحف. البدايه يعني وانا طفل كنت بحب انزل سوق الجمعه اللي في السيده عائشه، كلنا عارفينه طبعا. في حاجات متنوعه قوي كتير في الحيوانات، في انواعها، في اشكالها، في الاحواض اللي بتتحط فيها. فبدات احب ان انا يعني انزل اتمشى في سوق الجمعه، لغايه ما عجبني موضوع الزواحف. من اول مره شفتها كده عجبني الوانها، شكل الجسم وكل حاجه فيها، طبعا ربنا خلقها بشكل معين بالوان معينه. النقطه بتاعتي يعني انا لما ركزت في الحاجه دي انا شفت حاجة حلوة. يعني انت كان عندك كم سنة وقتها؟ يعني كنت كم سنة ان طفل رايح زيارة سوق الجمعة؟ اكيد مع حد، اكيد رايح مع والدك مثلا او حاجة. كم سنة ان يلفت نظرك الزواحف، مش حاجات ابسط من كده او حاجات تانية يعني؟ لا، هو كان عندي 13 سنة، واول حاجة بدأت بيها كانت تمساح صغير، الحمد لله. يا نهار ابيض، البداية كانت تمساح؟ ازاي بس؟ يعني كنت بتتفرج على حاجة؟ يعني البداية جت كده؟ هو البداية اصلا يعني في الاساس كانت ان انا بعد صلاة الجمعة بطلع اتفرج على برنامج عالم الحيوان. اللي هو ايه يا جماعة، ده فقرة مخصوصة عشان أيوة. يعني حيوانات طبعا، كلاب وقطط، ده يعني ربيتهم يعني في المراحل الاولى. ده عادي بقى، ده شغل هواه مبتدئين. دخلنا على الادفانسد ليفل بقى. الزواحف يعني انا شفت فيها حاجه، انا حبيت ان انا اتابع نمط سلوك الكائنات اللي انا بجيبها، ولو حاجه غريبه بدرس لها علشان تقرا عنها يعني. عشان اقدر اوفر لها البيئه المناسبه. اكيد مش هجيب حاجه احطها في صندوق وخلاص يعني. طبعا انا اروح في النهايه يعني. بالظبط. يعني انت دلوقتي البدايه ابتدت بالتمساح، ده التطور بقى مش ازاي ان انت دلوقتي اعتقد عندك مجموعه من الزواحف والموضوع كبر منك جامد؟ مظبوط. لا، هو طبعا التمساح ده مات مني لاني كنت لسه مش فاهم الموضوع. لسه مش فاهم ولسه طفل يعني. فالتطور بقى حصل بحكم الدراسه، وكانت كليتي فنون جميله، وكنت بحب الرسم والحاجات دي والتصوير. فبدات ان انا اشوف في الحاجه دي ممكن انها ممكن تطلع صور جميله جدا، وفوتوغرافيا كمان مش رسم بس. فبدات اجيب الحاجه علشان اصورها علشان ارسمها. التطور بقى جه معايا كده والموضوع مشي يعني الحمد لله. والخوف بقى ان الحاجات دي عند ناس كتير هي مش حاجات اليفه يعني، مش سهل كده ان الانسان يتعامل مع تمساح ومع تعبان ومع سحليه. فنظريه الخوف بقى كنت بتتعامل معاها ازاي، او ازاي اتكسرت دي؟ يعني ازاي الخوف ده ما بقاش موجود؟ بصي، بالنسبة لنظرية الخوف دي أنا حابب في مفهوم مغلوط، بس حابب أن أنا أوضحه. أن أنا يعني لو أنا ماشي في الغيط دلوقتي بالبلدي كده، لو أنا ماشي في الغيط ولقيت كوبرا قدامي مثلا، فهي مش هتيجي تعضني. هي كل طموحها أن أنا سيبها في حالها، فهي عمرها ما هتعضني غير لو أنا إما تندست عليها من غير مقصود، أنت لأذيتها بشكل، يا إما أنا قعدت إيه ألعب وأجيب عصاية وأحاول أستفزها. دي حاجة. الحاجة التانية هي قبل ما تعض هي بتحذر فعلا، تمام؟ انت تدينا بقى. فهي قبل ما بتعض هي بتحذر، وليها بادي لانجوج ممكن يكون الناس ما بتفهمهاش قوي، بس هي بتحاول تبين اللي هو ايه، لا سيبني في حالي، انا مش يعني مش حابة ان احنا نخش مع بعض. لو البني ادم تمادى فبيحصل بقى العض وكده. فان جنرال يعني، او في العموم، الحاجات دي عمرها ما بتأذي من الباب للطاق يعني. حتى التعابين اللي هي الصورة الذهنية ان احنا اول ما نشوف تعبان. المغلوط عن التعابين ان اصلا يعني 10% من تعابين مصر هي اللي سامة بس. وبعدين احنا لو جينا دلوقتي موتنا التعابين اللي في كل الدنيا كلها، اكيد في حاجة غلط في البيئة هتحصل. يعني مثلا الفيران هتكتر مثلا، ويبتدي يحصل خلل. فالحاجات دي ما ربنا خلقها عشان تعمل بالانس في البيئة بتاعتنا. اي حد بيربي حاجة او بيبقى بيقتني شيء او بيبقى عنده شغف تجاه حاجة معينة، من كتر بقى الاحتكاك بالحاجة دي بيبقى شاف حاجة من ده، حاسس ان في مردود بيعود عليه من شكل الاقتناء ده او شكل التربية دي.
انا بالنسبه لي بحس حلو لما امسك حاجه كائن حي في ايدي، او لما طبطب على حصان، او لما احتك بالطبيعه بشكل مباشر. دي بالنسبه لي بتخرج طاقه سلبيه جامده جدا وبتولد احساس حلو بالنسبه لي. فلما بجيب حاجه مبدئيا بتعامل مع الحاجه دي مش على ان انا حاجه بربيها وخلاص، لا، على ان دي حاجه فعلا مقتنيات. زي ما حضرتك مثلا بيبقى عندك عقد قديم شكله حلو قوي، بتجيبي له برواز شيك بس عليه كل الاشكال بقى. فبالتالي لما بنفذ حوض شكله حلو بكل الحاجات الاحتياجات اللي يحتاجها، بكل الاشكال اللي بتعمل شكل ديكور والاضاءه والكلام ده كله، والزاحف بتاعي او الكائن اللي انا مربيه بيبقى صحته كويسه، انا بتبسط بصراحه. يعني زي اي حد عنده اي هوايه لما بيعمل فيها حاجه حلوه بتبقى لذيذه في الاخر يعني. طب انت عندك ايه بقى؟ عندك ايه من الزواحف؟ مربي ايه اقربهم لقلبك كده، الحاجه اللي ممكن تقعد تتكلم معاها يعني؟ بصي، انا عندي تعابين، وعندي سحالي، وعندي سلاحف وترس. الاثنين يعني بيفرق. السلاحف اللي هي بتاع البريه، والترس اللي هي المائيه او البر مائيه. اقربهم ليا هي السلاحف والترس، لان دول من اكتر الزواحف اللي ممكن تعمل كونتاكت مع البشر، بمعنى ان هما بيعرفوا صاحبهم فعلا. لكن التعابين والسحالي مش قوي بيعرفوا صاحبهم، هما بالنسبه لهم ما انا الا اداه تاكيل وكده يعني، ما بيعرفوني وقت التاكيل وقت المصلحه. الموضوع مكلف يعني، هذا الموضوع مكلف، تربيه الحاجات دي واقتنائها مكلف، سواء في ان انت بتشتريها او ان انت تصرف عليها. الشراء ممكن لو هربي حاجه محليه النيتف بتاعها مصر يعني، ما مش هتبقى مكلفه خالص، ولكن لو هربي حاجه مستورده او استوائيه فدي بتبقى جايه مستورده، او سواء لو حصل لها احنا بنسميه بالبلد يعني تفريخ، اللي هو البريدنج اللي هو التكاثر، لو حصل لها تكاثر هنا في مصر ولكن هي النوع او السبيسيز بتاعها نفسه مستورد فدي بتتباع غالي. وبرضو العكس صحيح، لو بنصدر حاجه لبره دي بتتباع هناك باسعار غاليه برضو، ولكن احنا بنجيبها باسعار رخيصه لانها مصري موجوده متداوله يعني. واضح بقى ان انت من خبرتك في الموضوع فعارف كويس قوي الحاجات دي بتتجاب منين والمصادر منين والكلام ده كله. لسه بتجيب هنا من مصادر زي سوق جمعه وكده، ولا ابتدى بقى المجال يوسع بقى بقيت عالمي في الموضوع؟ لا، الموضوع وسع شويه، وصل ابو رواش، عارف بقى التجار تجار وكلام من ده، ومزارع بقى يعني مش تجار بس. ابو رواش من المناطق المميزه جدا بالموضوع ده، ومش بتقتصر على الزواحف بس، هي بيبقى فيها مزارع لجميع انواع الحيوانات البريه، ان كان جوارح، ان كان القطط البريه او الاسود او النمور او الكلام ده كله، ومعاهم تصاريح بالكلام ده. فدي بقى المرحله الليفل الاوسع من ليفل السوق. ولكن ما بنزلش اصطاد، انا ما بحب الصيد بصراحه. ضد طبعا، انا ضد الصيد بقى. حد بيقتني حاجه بشايف انه لا يعني ما ينفعش تخلوها تنقرض. بصي، هو انا كنت يعني جات عليا فتره وامتنعت عن التربيه بسبب ان انا ما كنتش حابب ان انا احبس حاجه. بس الموضوع بالنسبه لي ادمان، فرجعت له تاني، بس رجعت له على خفيف يعني، ما بجيبش حاجه صيد، بجيب الحاجه اللي اوريدي بيسموها كابتف بريد، او يعني متفرخه في الاسر او في الحبس، تمام. فدي اوريدي بتبقى ما عندهاش حته انها هي محبوسه او لا. هي اوريدي واخده على طيب الناس اللي حواليك بقى، الناس اللي حواليك يا عمر اكيد بيقولوا لك بقى اللي انت بالظبط ايه اللي انت بتعمله ده، يا طب هات كتكيت، هات قطط، هات حاجات سهله كده. لكن ان انت تكون بتجيب زواحف اكيد ده ليه ردود افعال عندك منها كلام كتير. والله طبعا البيت عندي ربنا يعني داخلين الجنه طبعا. طبعا حصل حاجات كتير قوي، ان في حاجات كانت بتهرب مني وما كانش عندي الخبره في ان انا فعلا يعني ان انا احط الحاجه وابقى متابعها اذا كانت هتهرب او لا، ما كانش لسه عندي الخبره، فهم قاسوا معايا كتير جدا في الموضوع ده. معظم صحابي من نفس الدايره، فما هياش حاجه غريبه قوي، او هم اعتادوا عليا فعادي. ولكن بيقول لك البيت عارفش ناس بتخاف تجي لك كده ان يطلع لها فجاه تعبان. لا، في ناس بتخاف تيجي وفي ناس ما بتجيش فعلا، وفي ناس بتقول لي طب انت ازاي بتنام في نفس الاوضه وهي فيها تعابين؟ مش خايف؟ غريبه قوي يا اخي، غريبه جدا. الناس، انا كنت دايما بقول الناس اللي بيربوا عصافير وكلاب دول ناس غريبه جدا بالنسبه لي بصراحه. فلا، انت هتنام
وما تحكيليش عن التعابين عشان بيطلعوا لي بالليل في الحلم. يا ساتر. ده الكلام اللي كان بيتقال لي، وكان في فعلا ناس ما بتجيش، ولكن انت برغم كل الكلام مكمل. انا بنام في نفس الاوضه اللي فيها التعابين واللي فيها السحالي، وهم مش هيجوا من نفس من باب للطاق يعضوني، انا واثق من كده. طيب دلوقتي اللي بيحب حاجه او اللي بيقتني حاجه بيبقى قادر يعبر عن الحب ده باجمل جمل ممكنه، حتى لو كان بيحب ده ومش لاقي كلام اوسع من كده، ان هو بحبها وخلاص. بس حبك للزواحف ده هو معين قوي، فتعبر عنه بايه؟ يعني تقول ان انا بحب ايه، يعني مالك ايه او بقتني ايه. انا زي ما قلت، يمكن هو الموضوع بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير قوي هو ادمان بمعنى الكلمه. فيعني دي حاجه ربنا خلقها من الطبيعه، في مفاهيم كتير مغلوطه الناس يعني شايفاها، احنا لا، احنا مش شايفين كده، احنا شايفين اي كائن ربنا خلقه فهو جميل، وبالذات لو حاجه لسه بيبي. يعني زي ما بره بيقولوا يانجز بيوتي، يعني اي حاجه صغيره هي جميله، وايا كانت نوعها او شكلها فهي انا اكيد شايف فيها حاجه جميله انت مش شايفها. يعني